ليه الناس بتخاف من منظار المعدة لما بنطلب منظار من مريض؟ وأكيد طبعا بنكون عاوزين نستكمل تشخيص المريض. يعني النهاردة كان عندي عيان شاب حوالي 30 سنة بيشتكي من التهاب مزمن في المعدة، دايما عنده حموضة وحرقان في المعدة شديد جدا، أخد كل أدوية المثبطات الحموضة برضو ما بيخفش أو ما بيستريحش أو استريح شوية بعد كده رجع تاني، دايما عنده حرحرة وحموضة في زوره أو في صدره. يعني عمل حتى الاتش بايلوري او جرثومه المعده طلعت سلبي، بتطلع سلبي. فطبعا عملت له منظار النهارده بعد اقناع، طلع فيه طبعا ارتجاع مبيء درجه بي او متوسطه، طلع فيه هياتس هيرنيا او فتق في الحجاب الحاجز اللي هو بطانه المعده طالع فوق على المستوى شويه، طلع فيه التهاب متوسط في بطانه المعده. واخدت عينات علشان خاطر اقدر اشخص هل الاتش بايلوري اللي هي في الاغلب بنسبه يعني فوق 90% موجوده في بطانه المعده عمل التهاب مزمن. فاحنا طبعا المنظار هو اداه تشخيصيه بالذات في الحالات اللي هي اخد علاج كتير جدا وما خفتش ما خفتش او ما بتستجيبش الادويه. عشان كده احنا في الريفراكتوري جيرد او ارتجاع المريء المزمن او العنيد بنقرر نعمل منظار لعده اسباب. رقم واحد بنأكد التشخيص، هل فعلا ده ارتجاع مريء؟ طيب هل في حاجات مصاحبه ليه زي فتق الحجاب الحاجز؟ وكلمه فتق الحجاب الحاجز مش معناها حاجه مفتوقه جوه، معناها ان الفتحه دي طالعه فوق شويه او فتحه المعده او بطانه المعده طالعه فوق على مستواها شويه، فدايما المريض بيحس بحموضه او تعب في صدره مش في معدته. تمام. هل في حاجه اسمها انكومبتنت كارديا او الفتحه الفؤاد اللي ما بين المريء والمعده مبهواها ومفوتها شويه؟ هل حصل في ارتجاع في المريء او نشوف درجه ارتجاع المريء A ولا B ولا C؟ هل احنا محتاجين ناخد عينات لان يحصل فيه مضاعفات لارتجاع المريء زي حاجه اسمها بارت اسوفيجاس لو تحور في بطانه خلايا المريء ويحصل فيه مشاكل في البطانه؟ فعشان كده لازم كل الحاجات دي مش هنعرف نشخصها بالرؤيه او بالهيستوري فقط او بالتاريخ المرضي، ولكن لازم نعمل منظار تشخيص. هو اجراء بسيط جدا بيتم من 3 ل 5 دقائق، عباره عن انبوب مرن مزود بكاميرا بيدخل، المريض بيكون نايم على جنبه الشمال، بيدخل من فتحه الفم وهو متخدر تماما، بيديله بنج خفيف جدا تخدير 5 دقائق بالظبط، بندخل بكاميرا مزود بشاشه، بنبص على الشاشه نشوف المريء ونشوف المعده ونشوف الاثنى عشر، بناخد عينات من المعده او من اي مكان وبنحدد ايه المشكله بالظبط، لان احنا ما بنكتب علاج بناء على تشخيص ورؤيه افضل ما بنكتب علاج بناء على تخمين او توقعات. لما اكون دخلت وبصيت بعيني في المعده وعرفت ايه المشكله بالظبط، فابدا في الاخر ااكد التشخيص وابدا اكتب علاج بناء على تشخيص حقيقي وليس توقعات. فبكده يقدر المريض يستريح في خاصه في حالات المزمنه او العنيده زي ارتجاع المريء المزمن او العنيد اللي احنا بنسميه ريفراكتوري جيرد اللي هو ليه اسباب كثيره جدا جدا. اول حاجه منهم ان هو ارتجاع المريء فعلا اللي هو مكون مصحوب باعراض اخرى خاصه اعراض خارج الجهاز الهضمي في الجهاز التنفسي او اعراض في صدر المريض. فعشان كده لازم ناكد التشخيص، فبنعمل منظار تشخيصي. لما حد يطلب منك منظار تعمله، مفيش اي مشكله اطلاقا، المنظار مفيش اي منه مضاعفات اطلاقا، المريض بيتخدر، بنبص على المريض الاول بيعمله صوره دم، بيعمله سيوله بالذات في المريض كبير السن، ممكن نعمل موجات صوتيه على القلب او ايكو قبل ما نعمل منظار لمرضى كبار السن فوق ال 60 سنه مثلا، بنتاكد من ضغط المريض، بنشوف سكره لو هو عنده سكر، بنحطه على حاجه اسمها مونيتور، بنشوف البلس بتاعه، ضربات القلب، سرعه ضربات القلب، معدل التنفس، الاكسجين ساتوريشن بتاعه، وبنبدا نشتغل اجراء كله ما بيزيدش عن 5 دقائق، وبيطلع المريض بعديها بفوق بعد 5 دقائق بالظبط من انتهاء المنظار بيبدا يشرب ميه او عصير ويروح بيته سالما امنا. بس الفكره كلها ان احنا نقدر نقول شخصنا المريض وعرفنا نعالج بناء على رؤيه حقيقيه. في النهايه طبعا باسال الله عز وجل ان يمن بالشفاء العاجل على كل مريض وان يديم عليكم نعمه الصحه والعافيه، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.